الزميل سرمد الفاضل، بداية سرمد أهلا بك. يعني ماذا عن جلسة اليوم لمجلس النواب وماذا ستناقش؟ نستطيع القول بأنه هذه الجلسة ربما هي الجلسة المستنسخة عن نجاحات في الدورة الثالثة، إنجاز التعبير في هذا الوصف، حيث تحتوي على 6 إلى 7 فقرات تقريبا فيما يخص القراءات الأول وكذلك مشاريع القوانين، وبالتالي هذا يأتي بعد ضغط نيابي وكذلك ضغط إعلامي، انتقادات واسعة وجهت لرئاسة المجلس بشأن عدم تضمين جداول الأعمال، فقرات مهمة على اعتبار أن الفصل التشريعي الأول تقريبا انتهى أو يوشك على الانتهاء، فقط يعني استغرقوا الفصل التشريعي الأول بمسألة الكابينة الحكومية باعتراف طبعا النواب، وبالتالي هم يقولون بأنه هذا الفصل التشريعي مقارنة مع الفصل التشريعي الأول من الدورة الثالثة لا شيء بالنسبة له على مستوى الإقرار والتشريع. على أي حال هناك عدة فقرات من بينها قانون جرائم المعلوماتية، وهذا قانون يعني يتعلق بالأمن المعلوماتي في البلاد وكذلك محاولة سد الثغرات التي من المتوقع أو التي يعتمد عليها داعش وأيضا الجماعات الإرهابية أو المسلحة في مسألة إحداث ثغرات أمنية على مستوى التكنولوجيا. بخلاف هذه الفقرات ربما هي فقرات يعني متوقعة واعتيادية على جدول الأعمال، نظرا لأنه هناك حتى الآن نقاشات حول الموازنة، وبالتالي هذا الموضوع يحتاج وفقا للجنة المالية إلى 2 أسبوع على الأقل. أتحدث عن فصل تشريعي بالنهاية هو انتهى تقريبا أو يوشك على انتهاء كما قلت، لا جديد أو لا شيء مهم على هذا الفصل التشريعي سوى كابينة حكومية منقوصة بكل الأحوال، وهذا ما لم يستطع مجلس النواب أن ينتهي منه. نتحدث عن أقل من 20 يوم أو أكثر أو يزيد بقليل لانتهاء الفصل التشريعي والدخول في عطلة تشريعية إلى حد الأول من آذار، وهو الموعد الآخر أو الموعد لبدء فصل تشريعي جديد ثاني في هذه السنة التشريعية الأولى. طيب سرمد، ما مصير يعني ملف استكمال الكابينة الوزارية؟ يعني عقدت هناك أكثر من جلسة وهذه الفقرة مغيبة عن جدول الأعمال للمرة الثالثة، يعني كونك أنت هناك مطلع على ما يجري خلف الكواليس، ماذا يعني إلى متى ستغيب هذه الفقرة المهمة؟ الموضوع بات الآن بحكم الواقع لا يتعلق بمجلس النواب، أتحدث الآن عن الوقائع أو عن ما يجري داخل مجلس النواب، لا يتعلق الموضوع بمجلس النواب، وأن يكون هو ذا صلة بعمل البرلمان على اعتبار أنه هو من يعطي السلطة أو يعطي التفويض لأي وزير بما فيه رئيس الحكومة رئيس الوزراء. لكن بكل أحوال يعني من الواضح جدا أنه موضوع استكمال الكابينة الحكومية متعلق بتفاهمات الكتل خارج مجلس النواب، وهو ما لم يحصل حتى هذه اللحظة. الأطراف المصرة على استبعاد فالح الفياض هي مصرة على هذا الأمر، وكذلك الأطراف المصرة على تقريب فالح الفياض من وزارة الداخلية أيضا هي مصرة ورأيها ثابت، ويعني لم يطرأ عليه أي تغيير، إضافة إلى موضوع الخلاف بين الأطراف السنية تحالف المحور أو المحور الوطني وكذلك المشروع العربي وكذلك الأطراف الأخرى السنية التي ما زالت مختلفة بشأن منصب وزارة الدفاع ومن سيتولى هذا المنصب أو أي كتلة أو أي سنة الإصلاح أم سنة البناء، هذا جانب، إضافة إلى الخلافات الكردية. هذه الخلافات لم تحسم خارج يعني خارج البرلمان، وبالتالي هي لم تحسم أيضا داخل مجلس النواب. هناك رأي آخر يقول بأنه يمكن أن تطرح الأسماء المتبقية، حاكم دارة الذي لم يغير من قبل رئيس الوزراء وهو مرشح وزارة العدل مدعوم من الحزب من الاتحاد الوطني أو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وكذلك سليم الجبوري الذي استبدل بفيصل الجربة بعد أن أسقط في التصويت، وكذلك فالح الفياض، يعرضون هؤلاء للتصويت المباشر داخل مجلس النواب، وبالتالي لأي نائب أو لأي كتلة ترتأي أن يكون هؤلاء وزراء يكملون الكابينة الحكومية يمكن لهم التصويت. لكن هذا بكل أحوال يصطدم بموضوع التخوف الكتل من أن يمر وزير أو لا يمر وزير، بمعنى أنه ربما تحالف في البناء إذا ما طرح فالح الفياض داخل مجلس النواب وعرضه للتصويت المباشر ربما يصطدم ويسقط بمسألة عدم التصويت، كما لاحظنا في مسألة وزيرة التربية السابقة وكذلك فيصل الجربة وزير الدفاع الذي يعني سقط فيه التصويت بشكل غير متوقع كان في مجلس النواب، على الرغم من كثرة الاتفاقات حول هذا الرجل الذي كان من المفترض أن يصبح وزيرا أو من المتوقع يعني وفق الاتفاقات أن يصبح وزيرا للدفاع. بأي حال هناك أطراف متخوفة بالرغم مما تم
يملكه من غالبية نيابية داخل مجلس النواب، لكن نعم. بكل أحوال هناك تخوف نيابي من مسألة سقوط هؤلاء المرشحين. هذا الأمر يعتمد على مدى التفاهم بين الكتل السياسية خارج مجلس النواب، وبالتالي هذه الكتل بالرغم من كثرة الاجتماعات والحوارات والتفاهمات والنقاشات، لكن حتى هذه اللحظة لم ترقى كل هذه اللقاءات إلى مستوى تفاهم ينضج أو ينتج حكومة مكتملة أو ينتج على الأقل كابينة مكتملة. نتحدث عن ثلاث وزارات، حتى هذه اللحظة الخلافات عقيمة وعميقة بمسألة يعني هؤلاء الأشخاص الثلاث أو الوزارات الثلاث، وبالتالي مجلس النواب بات الآن بشكل واضح عاجز عن إكمال الكابينة الحكومية، نظرا لأنه الموضوع وأن يكون هو ذا صلة به هو بشكل رئيس، لكن بكل أحوال هو لا يمتلك أن يصوت على هؤلاء، لأنه لا يمكن لأي جهة كانت تتحدث بدءا من رئاسة مجلس النواب انتهاءا لآخر نائب، لا يمكن أن يقرر أن تكون هذه الكابينة الحكومية هي ترد على جدول الأعمال، لأن هذه مصالح كتل، وبالتالي مصلحة الكتل هي فوق أي اعتبار داخل مجلس النواب وحتى خارج مجلس النواب. طيب سرد في موضوع وزيرة أو حقيبة التربية، يعني برأيك لماذا تم التأخير في إقالة السيدة يعني شيماء الحيالي من هذا المنصب، خصوصا بعد يعني ورود معلومات عن انتماء يعني أحد أقاربها لتنظيم داعش؟ نعم سائرون، الطرف المعترض والأبرز على مسألة تولي شيماء الحيالي وزارة التربية على اعتبار أن أقاربها زوجها يعني كما قيل في البيانات بأنه ينتمي لداعش أو على صلة بداعش، وكذلك أخيها وأيضا أبناء أحد أبناء أخ يعني أخيها يعني متورط بعملية تفجير ضد القوات الأمنية في الموصل أو في غير الموصل. على أي حال هذا يجرنا إلى مسألة أنه اعتراض سائرون يأتي من باب وفقا لما يقول باب منطقي، على اعتبار أن الوزيرة وإن تكون هي ليست بالمتورط، لكن بكل أحوال هناك من أقاربها هم متورطون بمسألة دعم داعش أو الانضمام إلى داعش، وهذا يعني سبب كثير من اللغط حول وزارة التربية، إضافة لأنه الموضوع في الظاهر وفي العلن هو متعلق بداعش، لكن هناك خلافات قصي، هناك خلافات تتعلق بمسألة تولي حصص أو حصص لمكونات معينة. تحدث عن المشروع العربي الذي وكذلك المحور الوطني هم الذين أججوا مسألة شيماء الحيالي طعنا بكتلة أخرى على حساب وزير، أي بمعنى أنهم هم طعنوا بحصة أو طعنوا بالوزيرة على حصة المكون، أي أنهم أرادوا هذه الوزارة لهم على اعتبار أن حصة السنة داخل حكومة عادل عبد المهدي ست وزارات، استأثر المحور الوطني بعدد كبير منها حتى هذه اللحظة، وبالتالي هذا الموضوع سبب خلافات كثيرة بين المشروع العربي والمحور الوطني، وأيضا استبدلت وزيرة التربية بأخرى بعد أن سقطت في التصويت. لكن بكل أحوال هذه الخلافات هي من جرت أو فتحت باب الاتهامات أو فتحت باب الاستهدافات بالنسبة لوزيرة معينة، لا تحدث عن شخصنة وزير بقدر ما تحدث عن وزراء ربما يمرون بنفس السيناريو، يعني الوزير اللي أصبح وزيرا وين لم يؤدي اليمين الدستوري، لكن بكل الأحوال نتوقع أن تفتح له أبواب جانبية في مسألة الاستهداف أو الطعن، وربما موضوع التحالف يعني سائرون هو يأتي من باب أنه تنظيف الوزارة قبل أن يتولاها وزير معين تحوم حول شبهات فساد. طيب في جدول أعمال اليوم أيضا سرمد، يعني هناك تشكيل لجنة تحقيقية حول حريق مبنى إيواء وإصلاح الإناث في مدينة العظمية، يعني اليوم أو في الأمس يعني السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أعلن صراحة حول ملابسات الجريمة التي يعني قام بهن بعض الفتيات المشردات في هذا الدار. برأيك ما هي فائدة تشكيل لجنة تحقيقية حول هذا الموضوع، وقبلها أعلن السيد وزير العمل الشؤون الاجتماعية حول ملابسات الحادثة؟ لا يتعدى الأمر أكثر من مجرد دور رقابي يمارسه مجلس النواب على الوزارات والإيحاء بأن هناك جهة تشريعية رقابية تمارس دورها، وأن تكون هي ليست يعني القرارات هي ربما بعد الفعل ليست ملزمة، لأنه هو يعني كما قالت الوزارة بأنه حادث مفتعل وبالتالي لا يمكن السيطرة عليه. هذا جانب. الجانب الآخر، مجلس النواب هو يعمد إلى وضع يده على كل ما له صلة وما له وليس يعني له صلة والذي ليست له صلة به، على اعتبار أن الموضوع هو يتعلق بتقصير
وهذا يعني بكل أحوال هو يرد في مثل هكذا قرارات تقصير متعمد أو غير متعمد من قبل الوزارة، انجر إلى مسألة وفيات وكذلك حوادث وأيضا اتهامات وما إلى ذلك، وبالتالي مجلس النواب هو بكل الأحوال هو يحاول أن يدخل في المشهد بأي صورة كانت من خلال قرارات ملزمة، وبالتالي نتوقع أنه ربما سيكون القرار أن يعني كما شاهدنا في مسألة الثروة السمكية التي يعني كنا شاهدناها بمسألة النفوق وما إلى ذلك، ألزم مجلس النواب الأمان العام لمجلس الوزراء بأخذ الحيطة والحذر، وكذلك يعني أصحاب المجمعات السمكية وما إلى ذلك أن يعني يتخذوا مزيدا من الإجراءات لحماية الثروة، وبالتالي نتوقع اليوم هذا القرار سيكون على غرار القرار السابق، أتحدث عن ربما يلزم الوزارة أو كل الوزارات كل المباني الحكومية بمسألة وضع يعني أجهزة الإطفاء وكذلك أجهزة الإنذار من الحريق وما إلى ذلك، لكن بكل أحوال يعني مجلس النواب هو بعد ما يعني انتهى الأمر وكذلك أوضحت الوزارة كل ما يتعلق بها من إجراءات وكذلك كل ما يتعلق يعني كل ما يؤطر هذا الموضوع من أحداث، يأتي الآن مجلس النواب ويقول بأنه هناك قرار معين، لكن بكل أحوال هو غير ملزم قصي، بكل أحوال هذا القانون أو هذا القرار هو فقط مجرد أداء رقابي لا يتعدى أكثر من إجراء رقابي لمجلس النواب بشأن هذا الموضوع، حتى لا نتوقع ربما سيتم استضافة وزير أو حتى وزير آخر لمعرفة أو حتى زيارات نيابية من قبل النواب يعني من اللجان لزيارة مثلا مواقع في وزارة الصحة ووزارة العمل ووزارة الصناعة والمعادن لتدارك ربما أزمات مماثلة أو حرائق مماثلة في وزارات أو في مباني تفتقر إلى أدنى مقومات الأمان والتأمين على هذه المقرات والمباني. حدثنا من داخل مجلس النواب الزميل سرمد الفاضل، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في هذه النشرة، شكرا جزيلا لك.